بمشاركة أكثر من 700 عارض من 27 دولة، انطلق معرض الجواهر العربية 2024 من مركز البحرين العالمي للمعارض. هذا ويقدم معرض الجواهر ومجموعات ثمينة ومختارة من الجواهر والأحجار الكريمة والمصوغات، بالإضافة إلى الساعات الفاخرة. ويعد معرض الجواهر العربية من أكبر المعارض في الشرق الأوسط المتخصصة بالمجوهرات. ما بين بريق الألماس ولمعة الذهب، ينطلق معرض الجواهر العربية بتشكيلة واسعة من التصاميم المبهرة واللافتة تطرحها علامات تجارية محلية وعالمية لتبهر محبي الفخامة والرقي. يعني نسمع عن معرض البحرين كل سنة أنه في عليه إقبال، ولكن ما الله كتب لنا قبل نحن شاركنا فيه، فجانا تحفيز كثير أن احنا نشارك هالمرة وندخل سوق البحريني. وما شاء الله يعني من الأشياء اللي تغيرت عندنا هذا، يعني من أول يوم صار عندنا الشيء أنه يعني دخلنا مثل ما تقولين بمساحة معينة، ولكن الإقبال اللي شفناه من الزباين وما شاء الله والحركة اللي في المعرض صايرة حفزتنا ان احنا يعني قاعدين حتى نتكلم معاهم ان يعطونا مساحه اكبر. يعني معرض الجواهر البحريني مهم جدا لانه بنستقطب فيه زوار جديده من كل مكان، على الوجه الخصوص طبعا الخليج العربي، بيجونا بنوريهم كيف الذهب البحريني، كيف التصاميم البحرينيه، اللؤلؤ البحريني. طبعا البحرين معروفه جدا باللؤلؤ البحريني، فهذا اختصاصنا. معرض الجواهر العربيه على مدار سنوات طويله وضع له بصمة في عالم الفخامة والرقي، ليصبح بذلك مركزا رئيسيا لعرض المجوهرات والساعات الثمينة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المصوغات الذهبية والفضية التي تم تصميمها باحترافية عالية تقدمها العلامات التجارية المحلية والعالمية. أطلقنا البراند قبل 9 سنوات ابتداء من معرض الجواهر العربية، ومن ثم البراند كبر وصار براند بحريني معروف. طبعا احنا معروفين بالطابع التراثي ممزوج بالحداثة، وهاي مثل ما خبرتك انها هي 9 سنة لنا، وبالعكس احنا قاعدين نحصل اقبال وايد جيد، وحتى قاعدين ننتشر حتى خارج المملكة من خلال تعارفنا مع شركات عالمية اخرى يوني يلتقون فينا هني في المعرض. هذه 3 سنة نشارك في معرض الجواهر العربية، وكان في اكسبوجر كبير ساعدنا ان نكون من ضمن براندات عالمية مشاركة في معرض الجواهر العربية. وبسبب مشاركتنا في مو بس مجرد بيع يكون في المعرض، ولكن الاكسبوجر اللي يجي خلال ما بعد المعرض له دور كبير، ولله الحمد قدرنا نوصل ل اوردرات عندنا من امريكا واوروبا ودول الخليج كافة. تشكيلة متميزة وفريدة من نوعها يقدمها المشاركون في هذا المعرض للرواد لتلبي ذائقتهم وترضي شغف عشاق التميز، فهذه التصاميم تحمل قطعا ماسية وأحجارا كريمة، فيما كان اللؤلؤ البحريني علامة بارزة في المعرض قدمها مصممون بحرينيون. صناع الفخامة والرقي يجتمعون في معرض الجواهر العربية ليعرضوا مجوهرات متميزة وقطعا فريدة من نوعها. فهذا المعرض منذ انطلاقته الأولى كون قاعدة جماهيرية بكل ما يضمه من علامات تجارية عالمية ضع صيتها على مستوى العالم. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.